لتقويم ما تم إنجازه والانطلاق لمستويات أفضل، وبما يعزز القوة المطلوبة واللازمة في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب لاستعادة دولته ومواجهة المشروع التوسعي الإيراني، مشيرا إلى أن المقاومة الوطنية هي جزء من القوات المسلحة اليمنية التي تواجه المشروع الإيراني وأدواته الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشددا على ضرورة أن يضاعف قادة الألوية والجهود واستشعار أهمية المرحلة الراهنة والوعي بأن السلام مع ميليشيات الحوثية يتطلب قوة.